هن مجموعة من الأرامل برفقة أيتامهن، شاء القدر أن يفقدن الزوج ويصبحن بدون معيل ولا كفيل. حياة هؤلاء الأرامل ستتغير رأسا على عقب منذ حوالي السنتين بفضل مشروع تنموي مدير للدخل مرتبط ببيع الخبز والحلويات خلقته جمعية السلام للإنماء الاجتماعي. مشروع جعل هؤلاء النسوة يستفيدن من دخل مالي قار يتراوح ما بين 2000 و2500 درهم في الشهر. هذا المشروع عاد عليا بالنفع، لما توفى الزوج ما عنديش عمل والتحقت بالجمعية، والحمد لله في الجمعية لقيت واحد العمل اللي تأثرت فيه والحمد لله عطى الخير ديالي. ارتحيت أنا ولعدي واحد مدخول قار اللي اطمأنيت به واللي كنقضي به الحاجيات ديال الدراسة ديال الأولاد وبالنسبة للمصاريف ديال البيت. المشروع خلق العديد من مناصب الشغل في صفوف الأرامل، وجاء ثمرة مجهودات عمل أطر الجمعية بتكلفة مالية تقدر بقيمة 23 مليون سنتيم. الحمد لله في الاول كان عندنا ارامل يعني كياخذوا واحد واجب شهري ما يسمى بالكفاله، ومع تكاثر الارامل كثرة يعني ارتئينا هاد الارمال عوض حنا نعطيوها يعني كفاله شهريه، علاش هي تكون هي دير واحد الدخل ديالها خاص بها كما كيقول المثل الصيني، يعني عوض عطيك سمكه لعلمك سمكه. والحمد لله كوناهم في اطار تدبير المنزلي الطبخ والحلويات، درنا هذا المحل هذا والان كيشتغل الحمد لله هنا في هذا المحل هذا. عندهم واحد راتب اسبوعي لمده 3.5 والحمد لله هذا الراتب هذا الحمد لله ولا هذا اكتفاء ذاتي تغطيه المصاريف اليوميه او الابناء ديالها الدخول المدرسي الى غير ذلك. صدى نجاح هذا المشروع التنموي على الصعيد الوطني جعل العديد من الفاعلين الجمعويين يقبلون عليه لنقل هذه التجربه الى جهتهم. دهشنا من هذا المشروع الذي يعطي استفادة كثيرة لهؤلاء الأرامل ولهؤلاء النساء، فهذا مشروع جد مهم. نحن جئنا من مدينة مكناس لنأخذ التجربة والخبرة من خلال هذا المشروع المدير للدخل، فمشروع أراه أنا حسب التجربة ديالي مشروع جد ناجح. منتوجات هذا المشروع يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين لعدة اعتبارات. وفي الحقيقة كتلقى واحد الجودة، يعني كتحس براسك بحال لازم تاكل داكشي بحال مطيبو في الدار ديالك، يعني كاع المسائل اللي غادي كاين المشكل ديال الوقت ما كاينش، يكون دابا الرجل خدام والمرأة خدامة إلى آخره، ألوغ كاع داكشي اللي كتشهاه في الدار ديالك كتجي كتلقاه هنا، يعني فكرة رائعة وحنا خصنا نتعاونوا معاهم. بالعكس يعني كنتمنى بان هاد بحال هاد المشاريع يشملوا جميع الاحياء، هكذا يعني غادي يولي عندهم هما واحد المدخول اللي يعيشوا منه، وحنا حنا كنستافدوا علاش، لان داكشي اللي كنبغيوه كنلقاوه، يعني شيء جميل. يشار الى ان لجنه من التعاون الوطني قامت في وقت سابق بالاشراف على امتحان نيل شهاده التخصص في مجال الطبخ والحلويات لفائده ارامل الجمعيه الذين اجتازوا تكوينا اساسيا على يد خبراء في مجال صناعه الحلويات. وبعد معاينه اللجنه لمستوى المستفيدات من التكوين تم تسليم شواهد الاستحقاق عليهن والاشاده بالمركز وبالخدمات التي يقدمها للزبناء.